موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي لا ينبغي ولا يليق بمن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والهرب من سخط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أي من الأمور، وحتم به وألزم به، أي يكون لهم الخيارة من أمرهم، أي الخيار هل يفعلونه أم لا. بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أي بينا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم. يقول: فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان، ثم ذكر المانع من ذلك، وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكال. وهذه الآية المباركة من الأصول التي يذكرها أهل الإسلام وأهل العلم في وجوب طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر الله عز وجل بأمر كالحجاب مثلا بالنسبة للمرأة المسلمة، أو غير ذلك من الأوامر لأي مسلم ومسلمة، فليس للعبد أن يختار هل أفعل أم أترك، ليس له الخيار في ذلك، بل أنت عبد وعليك الاستجابة والتنفيذ والخضوع والالتزام بأمر الله عز وجل. ليس هناك مجال للاختيار أفعل أم لا أفعل، وهذا بحسب الإيمان الذي في القلب. فصاحب الإيمان القوي تجده مبادرا إلى امتثال الأوامر، حريصا على إتمامها وإحسانها وتكميلها على أفضل صورة ودرجة يحبها الله عز وجل ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كنزول آيات الحجاب مثلا لما نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وعادوا ورجعوا إلى بيوتهم فتلوها على النساء على أزواجهم. ما انتظر الأزواج من الصحابيات رضي الله عنهن الصباح حتى يوفرن مثلا ما يحتجبن به من الثياب والأخمرة ونحو ذلك، بل قمنا إلى مروطهن المرحلة وشققنها واعتجرن بها، وخرجنا إلى صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان، أي من المبادرة إلى امتثال أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضعف الإيمان في قلب العبد تجده يناقش ويجادل، هل هو واجب، هل هو أمر للوجوب، أم هو أمر للاستحباب. وإذا بين له تجده أيضا يعلق ذلك أو فعل ذلك إن شاء الله، نسأل التيسير ونحو ذلك، وهو ينوي أنه لن يفعل. وهذا فارق كبير بين الصحابة رضي الله عنهم وسائر من امتثلوا الأوامر وبين المقصرين. وكما قلت هو مقياس لدرجة الإيمان في القلب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما يليق ذلك، إذا قضى الله ورسوله أمرا، وهذا إشارة إلى أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عند نفسه، بل هي من وحي الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن طاعة الله واجبة، واجبة الامتثال،
أوامر الله واجبة الامتثال، فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إلا ما خرج منها على سبيل الاستحباب. وكما أن ما نهى الله عز وجل عنه واجب الترك وحرام فعله، فكذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان للمؤمن أو المؤمنة أن يختار، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ثم ختمت الآية بالترهيب ببيان عاقبة المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا نلحظه في الذين يتعمدون مخالفة الأوامر، أو ليس يتعمد لكنه يتكاسل ويتباطأ، حتى ربما أصيب في قلبه وفي إيمانه بسبب ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأن قلب القلب أو فتن العبد، كما قيل للإمام مالك مثلا: إني أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ وهو من أهل المدينة، فأشار وأخبره بالميقات، ميقات أهل المدينة، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: ما هي إلا خطوات أزيدها. قال: إني أخشى عليك الفتنة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة فسرت بالشرك وبغيره، وذلك لأن الإنسان إذا فعل الطاعة بصورة تخالف ما فعلها بها النبي صلى الله عليه وسلم زاد ونحو ذلك، فربما فتن بأن رأى نفسه أفضل وأكثر ثوابا وأجرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فتنة، إلى غير ذلك من الصور التي ينبغي أن يستحضرها العبد في نفسه. ولذلك نحن نحتاج أن نراجع امتثالنا لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في أحوالنا، فربما كان الإنسان في شيء من الضلال أو الانحراف، وذلك بسبب المخالفة والعياذ بالله تعالى. نسأل أن يرزقنا طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.